طبعا استطاع السباح علي العيسى انه يفوز بالميدالية الرابعة طبعا الذهبية اكيد على مستوى او على بالمركز الاول في البطولة الخليجية للالعاب المائية، واكيد ما حنفوت هالفرصة وبيكون معنا علي. حياك الله علي. يا هلا والله، ما شاء الله، هلا وسهلا، اول شيء مبروك الله يبارك فيك. علي، 4 ميداليات. ايه طيب قول لي كيف استعديت لها البطولة خاصة أنها بطولة خليجية؟ احنا استعداداتنا طبعا من بداية الموسم كانت تمارين صباح وعصر، صباح ومساء، وبعدها رحنا كان عندنا معسكر في مملكة البحرين تقريبا شهر كامل، وبعدها صار معسكر لمدة شهرين في دولة بلغاريا، وكان هذا استعدادات لبطولة الخليج، مع كان على الإشراف كابتن محمد اليوسف. جميل جميل، حلو، ما شاء الله علي، ألف مبروك. طبعا نبدأ نبارك لك طبعا هذا الإنجاز ما شاء الله، والفوز اللي أنت حققته الميدالية الذهبية، ألف مبروك لك. بس خليني أسألك هذا السؤال، هل كنت متوقع أنه أنت تفوز؟ كنت متوقع أنه أنت، مع أنه أنت زي ما قلت كان في تجهيزات واستعدادات مرة كبيرة، وكان في أشخاص كمان مشاركين ما شاء الله كمان على قدرة، الحمد لله أنه أنت استلمت الجائزة الذهبية. خلينا نحكي أكثر عن شعورك، كيف كنت مستعد لهذا الفوز؟ هل كنت مستعد لهذا الفوز أم لا؟ هل كنت مجهز نفسك أنه أيوة أنا رح أفوز؟ طبعا مع التمارين القوية هذه متوقعين راح نفوز في هذه البطولة، ما شاء الله، الحمد لله. الحمد لله. طيب يا علي، يعني اسم الله زي ما كنا بنقول انه هذه الميدالية الرابعة لك، لوين حابب توصل؟ وهل حابب تشارك في بطولات مستقبلية؟ ايه اكيد حابب نشارك في بطولة اولمبياد، اكيد بطولات عالمية طبعا. وش اللي حابب توصل له بالضبط؟ بطول يعني حاول اوصل الاولمبياد المركز الاول على العالم باذن الله. ان شاء الله علي وانت قادر. يعني انا كانت متابعاتي جدا بسيطه يعني، ومن جد انا اعتذر، لانه دائما الرياضات، الرياضه المائيه او اي رياضه، كرة السلة والأشياء هذه تكون شوي ما فيها اهتمام، بس الحمد لله الآن صاروا نشوف فيها اهتمام مرة كبير. أنت شاركت في سباق ال 400 متر علي، صح؟ ايه صح. أنا المدة حبيتها يا علي، لو تقول لنا كم المدة اللي أنت أخذتها؟ تقريبا 4 دقائق 49 ثانية. تخيلي 400 متر بأربع دقائق. علي بنقول بسم الله عليك، يعني لا تنحسد، بسم الله عليك. من جد ما شاء الله عليك علي، يعني حققت نتيجة وميدالية مرة يعني تعتبر تفوق وفخر لنا كلنا كسعوديين. احنا بدأنا حلقتنا اليوم بتهنئة الوطن، انه كل عام واحنا بخير بمناسبة اليوم الوطني 89. في كلمة أخيرة علي حابب توجهها للوطن، ومن مين تهدي فوزك هذا؟ أكيد أهدي الفوز لأمي وأبوي ولهذا الوطن، إن شاء الله مزيد من الإنجازات البطولات الجايه ان شاء الله، موفق دائما باذن الله. علي يعني احنا سعيدين جدا بهذه المداخله، والف مبروك، ونتمنى لك ان شاء الله توفيق اكبر واكثر. ان شاء الله هو يبغى يصير على العالم رقم واحد الاول على العالم، فاحنا نتمنى له كل التوفيق بالطبع. احنا الحمد لله قاعدين نشوف انه من جد في انجازات عظيمه قاعده تصير في المملكه العربيه السعوديه من شباب وشابات الوطن، من جد نفتخر فيكم، يعطيكم الف عافيه على اللي قاعد يصير، وألف شكر للوالد والوالدة سواء كانوا أهل عيسى أو غيره من الشباب والشابات السعوديين اللي احنا من جد نفتخر فيهم. انتوا ما قصرتوا، يعطيكم ألف عافية، لأنه انتوا اللي قاعدين تطلعوا هذا الجيل اللي احنا قاعدين نفتخر فيه الآن.